في إحدى ليالي الشتاء الطويلة، بعد أن داهمك الجوع للمرة الثالثة على التوالي، تحاول إسكات هذا الجوع الغير منطقي بشتى الطرق المتاحة. تحاول ملء معدتك بالحلويات والمكسرات، ولكن معدتك تأبى هذا الحل الواهي الهزيل. فتمشي إلى المطبخ جاراً ذيول الجوع والانهزام، محاولاً إسكات هذا الشعور بفتحك لباب الثلاجة للمرة العاشرة في ذلك اليوم. فتتولد في ذهنك فكرة، كأن نور مصباح الثلاجة كان هو النور الذي تنتظره في نهاية الطريق. تتسارع الذكريات والخواطر، وتتذكر كل مهارات طبخك التي لا يعرف عنها أحد غيرك. فتخرج من الثلاجة كل ما يمكن أن تحمله يداك من أجل إعداد وجبة شهية. وفي منتصف استعداداتك يبحر بالك في اختيار وصفة مناسبة لمقاديرك، فتشتعل حماساً. تبدأ تقطيع البصل وتغرق عيناك بالدموع مجهولة المصدر، فتنسل يدك دون قصد، جارحاً أحد أصابعك، فتتلاشى كل أحلامك الوردية المتعلقة بطبختك الموعودة. تذهب مسرعاً باحثاً عن الخلاص المنقذ، لا تريد أن ينطفئ حماسك ولا أن يغلبك جوعك، فتتذكر وجود علبة إسعافات أولية، تذهب لإحضارها، وبعد فتحها ترى لصق الجروح. أعادت كل أمل قد ضاع فيك، تعود مسرعاً إلى طبختك لتنهي معاناة جوعك وتستلذ بطعم الانتصار حرفياً. طيب، فكرت الآن مين اللي أنقذ إبداعاتنا في المطبخ؟ ومشوارنا الرياضي بعد كل طيحة، ورحلاتنا الفنية بعد ما جرحنا أيادينا بالأوراق من دون قصد. كان إيرل ديكسون متزوج حديثا من جوزفين فرانسيس، والتي كانت ربة منزل متميزة جدا خاصة في الطبخ، لكن تعاملها مع الأدوات لم يكن مثالي. ففي كل مرة تدخل المطبخ لتعد وجبة لذيذة لها وديكسون، يا أنها تجرح يدها أو تحرق نفسها بالغلط. فبدل ما يجلسون يستمتعون بوجبة لذيذة، يجلس ديكسون يضمد جروح جوزفين بالشاش، وكانت ضمادة الشاش كبيرة جدا وتعيق جوزفين من الطبخ، فيجلسون محتارين وش يأكلون. حاول ديكسون يمنع جوزفين من الطبخ خوفا عليها، لكنها تصر على ذلك. جلس ديكسون مع نفسه لإيجاد حل لمشكلته، متحفزا بتلذذه بطبخ زوجته. توصل الفكرة صنع ضمادة ما تحد من إبداعاتها بالمطبخ. جاب قطعة شاش معقمة وحطها في منتصف شريط لاصق طبي وغطاها بقماش. شاف إنها فعالة، فصنع لفافات كثيرة وخلاها في مكان قريب للاستعمال الطارئ، وبالفعل نجحت فكرته، وصارت كل ما جرحت جوزفين نفسها تروح العلبة فيها هاللفافات، تقص الجزئية اللي تحتاجها، تحطها بنفسها وتكمل طبخ بشكل عادي، وفي نهاية اليوم يتلذذون بعشاء من غير ألم. مرت الأيام، وديكسون كان يسولف مع زملائه في شركة جونسون أند جونسون عن ابتكاره الغريب المضحك، لكنهم أقنعوه بشكل جدي أنه يعرض فكرته للإدارة، وبالفعل راح قدمها لهم. ما كانوا مقتنعين بالفكرة، فبين لهم إمكانية المصاب بتضميد نفسه بنفسه دون الحاجة لمساعدة شخص آخر، وهنا انعجبوا بالفكرة وبدأوا بتطبيقها فورا. وكأي اختراع جديد، دائما ما تكون النسخة الأولى مليانة عيوب ومشاكل. كانت الضمادة في نسختها الأولية كبيرة جدا ومش دقيقة القياسات، لأن صناعتها يدوية. ما حققت جونسون أند جونسون إلا $3,000 في أول سنة من هذا الاختراع، وبعدها بسنوات بدأوا يصغرون اللصقات ويصنعونها بشكل أوتوماتيكي ويوزعونها على أعضاء الكشافة ليتم ترويجها بشكل أكبر. تقبلوا الناس هالاختراع حتى إنه صار أساسي في كل بيت لحالات الطوارئ. في عام 1939 بدأت جونسون أند جونسون تصنع اللصقات بشكلها المتعارف عليه الآن. كل لصقة تصنع بشكل منفرد وتغلف بتعقيم كامل، ومن هنا بدت الشركات الدعائية تتهافت عليها لوضع بعض الشخصيات الكرتونية من أجل جذب الأطفال وتقليل رهبة الألم. وبهذا الاختراع المفاجئ
ترقى ديكسون في سلم الوظائف إلى أن وصل لمنصب نائب رئيس الشركة، واستمر في هذا المنصب إلى أن تقاعد. أصبحت الحوادث العرضية في زمننا الحالي أمر عادي غير ملاحظ، ولولا هالفكرة كانت عقدت كثير من الأمور بسبب جرح صغير. وبالرغم من بساطة الاختراع إلا أنها أصبح أساسي في كل بيت. فنشكر جوزفين على سوء تعاملها مع أدوات المطبخ، ونشكر حرص زوجها ديكسون عليها اللي نتج عنها الاختراع المهم جداً في حياتنا اليومية.